السلام عليكم خاني اخوات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ وصبحكم الله بالخير. خلينا ناخذ موضوع بسيط، بقول انا بسيط ولكن هو مهم حيل. خلينا نسولف عن التقرحات بالامعاء وعن الكرونز. بعض الاشخاص يقولون والله ما له علاج، فيتم الشخص ياخذ ادويه معينه في بروتوكول خاص يمشي فيه، ولكن انا قاعد اقول رايي الشخصي، كل شيء يتعالج، وما عندي شيء اسمه ان المناعه تتهاوش مع بعضها. يعني الله سبحانه وتعالى خلق لنا جسد وجهاز مناعي، يعني ما ينوصف، فمستحيل يصير خلل بالجسم. كان صار الخلل وانت صغير وانت طلعت من بطن امك، صار الخلل هذا وتخربط، والله خذ امانتك. ما دام انت طول هالفتره عايش صحتك زينه وصارت لك هذه المشكله، يعني في صار خلل بجسمك، مو بالمناعه، في خلل هو اللي خلى المناعه تسوي كذي. زين، خلينا ناخذ نبذه مثلا. اوكي، انا لما افتح موعد حق مقابله شخصيه ويا شخص مثلا فيه المشكله اللي انا تكلمت عنها، تقرحات وكرونز، اول سؤال اساله من اول ما ولدت بينت هذه الاعراض؟ لا، يعني ممتاز، كنت ماشي 100% حلو. متى؟ فعاد هو يقول لي او هي تقول لي والله لما كنت بالمتوسطه او بالثانويه او غيره وغيره وغيره. هني انا استبعد شنو؟ ان الامر هذا يكون مثلا جينات او شيء، استبعد انا. نظام سيء دش بجسمك هو اللي سبب لك هذه المشكلة. وإذا بندش بالتفاصيل شلون صار، سهل جدا الموضوع، من أكل السيء، السكريات، الكربوهيدرات العالية، الزعل، التوتر. يمكن شخص يقول شكو زعل التوتر، لما لا تزعل أو تتوتر يفرز عندنا الكورتيزول، يفرز شيء اسمه هيدروجين بروكسايد. وايد وايد أشياء قاعد تنهدم بجسمك وتزيد التجلطات. اذا زادت التجلطات من استرس او من العوامل اللي انا ذكرتها، في شيء اسمه جلوتاثيون ما راح يتحفز. جلوتاثيون هو اللي فهذا جلوتاثيون انزيم يطلع من الكبد، هو وظيفته اي تجلطات يشوفها يشيلها، اي مشكله يشوفها، هذا خط الدفاع، اول خط دفاع حق الكبد هذا. فطول ما جلوتاثيون نازل خلاص، يعني الاكسده تزيد والتجلطات تزيد والمشاكل تزيد بجسمك كلها، فلا بد ان نحفز الجلوتاثيون. انزين، شو اللي يثبط لك الجلوتاثيون؟ انا تكلمت امس قلت السكريات، الزعل، القلق، مشروبات الكحول. الناس اللي تشرب مشروبات كحول، انت يعني يا سلام عليك، يعني الجلوتاثيون ما عندك، انت عرضه حق الامراض والاعراض، واولهم امراض السرطان. يعني اذا انت تسمعني انتبه على الكلام اللي بقوله. جلوتاثيون صفر، وعلى اساس شي قلت لكم اخذوا السيلينيوم. ليش؟ لانه يجدد الجلوتاثيون المتاكسد. يعني شنو؟ يعني الحين انا الجلوتاثيون طلع صلح وبعدها اكسد، خلاص نام. السيلينيوم شو يسوي؟ يجدد هذا النايم، يجدده. عرفتوا شلون؟ انزين، بضالي ناخذ جلوتاثيون؟ لا، هو موجود عندك، هو موجود عندك، ولكن اني حق الامراض المناعيه وعن التقرحات والكرونز كله. خلينا ناخذ نبذه بسيطه، وانا بقول يا جماعه رايي الشخصي، مو رايي العلمي، رايي الشخصي. شخص قاعد يسولف لك قاعد يقول رايه، قد يكون صح، قد يكون غلط، او مجرد راي. شوف، ما في شيء عندي انا اسم المناعه تتهاوش مع بعضها، ما في ما في ما في ما في ما في. شنو شافت المناعه عشان قاعد تتهاوش؟ شافت شيء. هي لما نكلم المناعه، السامع لك مناعه شلونك، شو اخبارك، عسى ما شر انت قلب على الجسم، راح تقول مناعه والله انا ما قلبت على الجسم، انا شفت شيء غلط وقاعد اصلحه. زين، مثلا انت قاعد مثلا طقين الجلد وطقين العين. اي، انا مو قصدي اطق العين والجلد، ولكن شفت شيء غلط داخل العين والجلد. زين، شنو الغلط اللي شافته؟ شافت جسم غريب يا اخي ياي. فهي ما تطق الجسم، تطق كل شيء، خلاص تطق كل شيء. زين، من وين يا هذا الجسم الغريب؟ من وين؟ من الامعاء. من وين؟ ترشح بالامعاء. هذه الامعاء ترشحت دش بروتين او بكتيريا، نفس ما ذكرت، دش بروتين، بكتيريا، جلوتين اللي موجود بالخبز، منها ترشح. بعدها نفس ما ذكرنا المناعه، تشوف شيء غريب تهاجمه. زين، العين رفيجتنا، مالي شغل، انا اطق كل شيء. ايش راح يسوون؟ راح ينزلون المناعه، واذا نزلوا المناعه في امراض جديده راح تدش. يعني شنو سويت؟ يعني خففت العرض من هجوم المناعه على مثلا هذه الايد، المناعه قاعد تطقه. وقفنا المناعه، المناعه تيك تيك قاعد تطقه شوي شوي، او مو قاعد تطقه. زين، المناعه نزلت. زين، المناعه بس قاعد تهاجم هذا؟ لا، بس وظيفتها تهاجم هذا؟ لا، وظيفتها تشوف الاجسام القريبه، تضبط الجسم، تقتل الفيروسات، البكتيريا. فانزلت فيروسات، بكتيريا قاعد يتكاثرون بجسمك. فالحين انت دشيت مشكلتين، المشكله الاولى اللي عندك اياها هذه المناعه قاعد تهاجم الجلد، والمشكله الثانيه انه قاعد تكثر البكتيريا والجراثيم داخل جسمك.
عرفتوا شلون؟ فأنا عن نفسي ما يعني ليش أنزل مناعة؟ مناعتي زينة. بعض الأشخاص والمختصين شنو قالوا لي؟ قالوا لي لا إحنا ننزل مناعة شوية وتقوم بدورها المناعة، يعني تقوم تهاجم وأمورها طيبة، ولكن ننزلها شوية. لما أساس لما قلت لهم شلون الجراثيم البكتيريا من يهاجم، كنت تقول لا هي هم هي تهاجمهم ولكن نزلها شوية. شفتوا هالشوية؟ أنا ما بيها، أنا ما بي تنزل نقطة 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 من المناعة ما بيها. تتدري كم وظيفة قاعد تسوي المناعة؟ ما تدري. العلم عنده مثلا دراسة معينة، عرف أشياء بسيطة بس، ولكن الجسم إسرار يا جماعة. مناعة تدري كم وظيفة قاعد تسوي؟ هذا اللي عرفته. اللي ما عرفته شنو؟ ما تدري شنو قاعد تسوي. قاعد تسوي بلاوي مهمة جدا. هل شوية هذه أنا ما بيها، هذا رأي. هل شوية مو تقولي أنزل شوية عشان لا تطق، هل شوية أنا ما بيها ما بيها، لأن الجسم بحر وإصرار. فما بي أنا ألعب بالسيستم نفسه ولا وشنو أنزل مناعة. والله أهم سيستم هذا أنزله، شو السالفة؟ إنزين إحنا عندنا تغرحات أو كرونز، إنزين نسكت يعني؟ لا. ننزل مناعتنا يعني هذا حل؟ لا. زين نبي نصلح الامعاء يا اخي. زين شو اللي ضررها؟ الضرر شنو سوى خلى الامعاء قاعده تقرح؟ اكلك السيء، اكلك السيء. انزين انت عندك مشكله بالامعاء وتبي تاخذ فيتامينات معادن عشان تصلح بشرتك شعرك، وهذا فيتامينات المعادن ترى يعني احنا ما نعتبر ان كل الفيتامينات معادن خلاص الامعاء راح تمتصهم وراح توزعهم حق الجسم. لا، لازم نضبط بطانه الامعاء. انزين شلون نضبطها؟ اول شيء نوخر عن الأشياء اللي تخربها. شوف والله العظيم الجسم يعني مثلا شخص مثلا مريض، حتى لو ما تعطي دواء، حتى لو ما تعطي شيء راح يتشافى. ليش؟ لأن السيستم بالجسم يشافيه، حتى الأمعاء اللي متغرحة الجسم قاعد يشافيها. ولكن لما تقول نقول حق الجسم ليش مو قاعد تشافيها، يقول أنا ما أقدر، هذا قاعد يدخل أشياء قاعد تخرب، والجسم قاعد يصلح. أنت أخوي الغالي أختي الغالية ركزوا معاي هني نقطة مهمة جدا. الحين أنت عندك بيت تبني، تصير تبني أسود وبعدها تقول حق الصباغ وتقول حق الكهربائي والصحي يلا تعالوا اشتغلوا كلكم، شنو راح يقولون؟ راح يقولون لو سمحت خلص الأساس بعدين احنا ني خلص الأساس ينشف أموره طيبة بعدين احنا ني نصبغ نحط وايراتنا نحط ليتاتنا، ولكن كلنا كذي مع بعض لا ما يصير ما يصير، لأن كل واحد راح يخرب على الثاني. شنو نستفيد من المثال هذا؟ نستفيد إذا كانت عندك أمعاء لازم نصلح الأمعاء. أول شيء خلنا ننسى كل شيء، اول شيء نصلح الامعاء بنظام معين. البنيان ايش كثر ياخذ له؟ شهر نصلح الامعاء شهر، اسبوع اسبوعين نصلح اسبوع اسبوع على حجم التغرحات اللي صايره، على حجم التلف اللي صاير بالامعاء. زين شلون نبي نسوي البنيان الاسود هذا؟ نبي نمتن بطانه الامعاء ونضبطها عشان ترد من اول جديد، وبعدها تمتص الفيتامينات المعادن، بعدها نيجي الكهربائي والصحي وكل شيء. عشان يلا ركزوا معي الحين، اول شيء نسوي نبني الامعاء، نبني بالمواد اللي تبني البنيان الأسود، نبني الأمعاء. نستمر بالنظام هذا لمدة 6 أيام 7 أيام 10 أيام. على فكرة أي شخص ييلي يعني قابل لي لازم يدش هالنظام، لازم عاد أنا أقرر على حسب حالته، يستمر أسبوع 5 أيام 3 أيام، في ناس يستمرون 20 يوم على حسب المشكلة اللي بالجسم. إنزين شنو المواد اللي أساس تصلح الأمعاء؟ بس ماكو غيرها، ما عندنا غير تصليح. شنو؟ طبعا كل الاكل مالك راح يصير على البخار. ليش؟ لان ما انا بندخل شيء ثقيل على الامعاء والامعاء ما تقدر تمتصها لانه بروحها تعبانه. فراح ندخل لها شيء جدا جدا سهل. يعني شنو؟ يعني كل اكلك على البخار، شيء ناشف ما تاكله لمده 5 أيام. بس اذا انت قاعد طالعني اذا تسويها 5 أيام او اسبوع برافو عليك. انا الخضروات كلها على البخار، ندخل خضروات، ندخل مثلا الكوسة، القرع، الخضروات كلها، بروكلي، ندخل قلنا كوسة قرع بروكلي ملفوف، هذا كله على البخار اكلك هذا. ونيب شنو عندك؟ مشروب تشربه مرتين باليوم، تجيب اوراق الملفوف الكبيرة هذه تخليها على البخار، لما تصير لينة تاخذها تقطها بالخلاط مع ماي مثلا فاتر، تطقها بالخلاط وعليها عصرة ليمونة، تسوي لك مثلا مشروب عود، تشرب نص الصبح ونص بالليل قبل النوم. اوكي؟ يمكن شخص يقول شلون انا خضروات امساك؟ وليش قاعد يجي لك امساك؟ لان الخضروات قاعد تشرب الماي بالامعاء فتمسك. فانت اوريدي الخضروات كلها على البخار، يعني من تاكلها تشي تنهضم كذي بسرعه. اتفقنا؟ ونشرب شوربه عظام البقر يا جماعه، لان
فيها مواد شنو تسوي؟ تصلح بطانة المعدة وبطانة الأمعاء كلها، ضروري جدا. زين لمدة 7 أيام قدرات على. وأيضا نسوي لنا مشروب ثاني، عندنا شاي العركسوس نشربه، وأيضا عندنا عشبة المارشميلو، مو المارشميلو هذا الحلاوة بخدود ماليها، لا عشبة المارشميلو ناخذها تابلت لأن طعمها مر، أفضل ناخذها تابلت. يعني قدرات على البخار وشوربة عظام البقر تقدرين أو تقدر أنت تسويه، تاخذ عظام البقر وتطبخه، وفي مليون طريقة باليوتيوب، أو أنك تاخذه من المواقع أمازون أي هير باللي يكون شوربة هي جاهزة خالصة، بس تاخذ سكوب تقطها بالماي، وهذا هذا أكلك بالسبعة أيام. وضروري جدا كل يوم بالسبعة أيام تقعد بالشمس على أساس نبي فيتامين دال. إحنا ما نبي ندخله فيتامين دال لأن أدري الجسم ما راح يستقبله ولا راح يصير فعال، فناخذ فيتامين دال من الشمس، نقعد بالشمس. هذا لازم تلتزم، انت تتعالج كل يوم تقعد بالشمس، يعني فلان او فلانه كل يوم راح تقعد بالشمس لمده نص ساعه، قعدي بالشمس شويه، لعبي بتليفونك، حطي لك اناشيد، قران، موسيقى، كيفك انت وجوك، قعدي لمده نص ساعه خلصت. واذا حسيت او انت حسيتي قاعد تضعفين وايد، يعني 7 ايام بس، اذا حسيتي قاعد تضعفين وايد وعضل قاعد يطيح، تدخلين جلوتامين، ينباع محلات رياضه مالت مكملات غذائيه، هم ينباع برا جلوتامين، مره الصبح ومره قبل النوم. ايه هو بودر بيور من غير نكهه تاخذونه. اما الاشخاص اللي عندهم سمنه لا لا تاخذون جلوتامين، بالعكس هذا يعني حجه وحاجه اساس وزنكم راح ينزل، عرفت شلون؟ نستمر 7 ايام. شنو راح تلاحظ بالسبع ايام؟ خل اقول لك الاعراض والفوائد، اوكي؟ خليها بفيديو بروحها. وبالنسبه حق الاشخاص اللي فيهم سرطان الله يبعد عنهم ان شاء الله، لا يستخدمون ويبيسوون النظام هذا، لا يستخدمون الجلوتامين، انتبهوا، راح تدخلون شيء ثاني اسمه الليوسين، حفظوا اعيد لانه لازم موضوع مهم. الناس اللي فيهم مرض شين خلايا لا ياخذون الجلوتامين، يوخرون عن الجلوتامين. شنو يدخلون بديل؟ الليوسين. الليوسين ليش؟ لانه ما يسوي تخمر حق الخليه، الخليه اذا تخمر مرت هني الخلايا اللي مو زينه مرض الشين يستفيد. طول ما الخلايا ما يعني ما تتخمر هذاك ما يستفيد، ما راح يتغذى. شنو اللي ما راح يغذي؟ الليوسين. ليوسين ليوسين ينباع هم محل مكملات غذائيه، استخدمه من مره الى مرتين. واضح؟ خلاص؟ الحين عرفنا الخطه. خل اقول لك او اقول لك شنو الاعراض اللي راح تحوشك اذا مريت بالنظام هذا عشان تعرف. ترى متعب هو. بس ولكن شنو النتيجة اللي راح تحصلها؟ نتيجة وايد حلوة، تغيرات وايد قوية راح تصير بحياتك. بالعربي بالعربي يبيلها واحد صملة. إذا أنت مو صملة ليش قاعد تتابعني وأضيع وقتك؟ يبيلها شخص يحب جسمه، يبي شخص يخاف على أهله، يبي يعيش معاهم بسلام بصحة وعافية، يلتزم. إنزين شنو الأعراض راح تحوشك؟ شنو هذا؟ تعبان، كله تعبان طايح. ليش؟ لان انت غيرت نظام سيستم جسمك، جسمك شو متعود؟ بسبوسه، عطى جنك فود، عطى مشبوس دياي، مشبوس لحم، ما في هالاكل، في اكل معين. شوف كليت شنو هذا؟ ماكو طاقه، مالك خلق تسوي ولا شيء، هني شو تسوي؟ حرق جسمك، اقعد بالشمس، ماكو طاقه، تحس يعني شنو؟ صباح الخير، هلا والله شلونكم؟ صباحك الخير، يعان شوربه عظام البقر، خضروات على البخار. بعد 5 دقائق يعان شوربه عظام البقر. يعان شاي عرقسوس. مشروب الملفوف اللي ذكرته. هذا اكلك بالسبع ايام راح تصير مومياء. فشنو تسوي؟ زيد كميه الاكل، زيدها 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 زيدها. شفت الخضروات على البخار؟ شنو تسوي فيها؟ يعني اذا مليت مثلا شوربه خضروات يجمعهم مع بعض، يعني حطهم كذي الشوربه مع الخضروات، الف الف الف. وزيد كمية الأكل، إذا ما زدت كمية الأكل راح تضعف، راح تصير خرجة كذي. زيد كمية، مو قاعد أقول لكم يبي التزام وصمرة، عرفت شلون؟ بعد 7 أيام ألف ألف مبروك. شوف بشرتك، شوفي شعرك، شوف المشاكل اللي ببطنك قاعد تختفي، قاعد تختفي، وين راحت؟ والأمعاء. انزين بالسبع أيام هذه يوم يومين لا هبوط صار لي، السكر نزل. شو نشرب؟ نشرب استكانة شاي. من شنو؟ مو شاي، لا استكانة شاي جوتوريد. عرفتوا الجوتوريد هذا اللي عليه صورة كهرباء؟ جوتوريد. أو ناخذ لنا مشروب الجلاكوز، في بودر مكتوب عليه جلاكوز،
موجود بلولو هايبر او مارك سلطان او بالسوبر ماركت ما ادري، انا اتحكي على الكويت. زين تحصلونه موجود ورخيص، سعره ترى 300 فلس يعني بالدولار. ما ادري انت رخيص رخيص. زين 300 فلس يعني خردت شي حبات صغار، هاك تاخذ القوطي هذا الكبره. اذا دخت تجيب لك فنجال شاي، استكانة شاي تحط منه وتشربه بالنسبة حق القوتو رد. وإذا كان البودر تحط لك ملعقة سكر مع ماي وتشربه، إني راح تصح صح على طول. مالك عذر، لا تقول أنا كليت لأن أنا دايخة، أنا تعبان بطيح، خفت يصير فيني شيء، طلبت بسبوسة، والله والله طلبت بسبوسة خفت أموت. لا، قلت لك شنو الحل. وأثناء النظام هذا نفسيتك وايد راح تصير مو زينة، فبلغ أهلك، بلغي زوجك أو بلغ زوجتك أو بلغ أهلك، قول لهم يبقى أنا داش بنظام وحيل متعب، فأبي مساعدتكم. قول لهم قول لهم، أنت مو تساعدهم، مو طالب لهم مارديز من قبل كم يوم، مو هي عبادية. قول لهم ساعدوني، وشو راح يساعدونك؟ يدفعون شيء؟ لا ولا شيء، بس يكلمونك يطلعونك، المهم يسوي لك جو. قول قول قول، أنا لما أمرض أنا والله نفسي لها أنا مريض ونسوني، والله قول لهم ونسوني، يصفقوني وأنا أسوي كذي والله يصفقوني وأنا استانس، وشنو مريض أنا مريض أنا. قول حق زوجك، قول حق زوجتك انا مريض، ساعدوني ساندوني، عاد شنو شنو يبون لك هديه، يونسونك، يحطون لك ها تبي تتابع فيلم، تبي ياخذونك يطلعونك شاليه يودونك اي مكان، عدون لك 7 ايام. قول قول، لا تسكت وشي طايح انا مريض وتناجر احد وطفل ليه تتشبه نفس اليهال، لا تسوي شي، قول لهم ابي مساعدتك. بعد 7 ايام، انا ليش حطيت 7 ايام؟ لاني ما اعرفكم الحين اللي قاعد طالعوني. انزين فرق لما احد يقعد معاي اقابله هني احدد، فخلنا نحط 7 ايام سيفتي. اوكي بعد 7 ايام شنو شنو مضبوط الشباب الجماعه اللي داخل ضبطه وكل شيء، هني ندخل الشغلات اللي ناقصتك، ندخل فيتامينات المعادن، شنو عندك بالشعر اخذ كذي، عندك مثلا بالاظافر اخذ زنك، اخذ كولاجين، هني نضبط الجسم. ليش؟ لان هني نضمن ان الامعاء اوه 100% قاعد تضبط كل شيء، الكبد يرتاح، الكلتين، وامورنا طيبه. بعد 7 ايام نقرر نشوف. طبعا يمكن تقول انا بطبق 7 ايام، ولكن بعدين شنو الفيتامينات المعادن اللي اخذها؟ كلها حط الفيديوهات. شنو ناقصك؟ انت تشوف شنو ناقصك؟ شعر؟ متكلم عن الشعر، اخذ مال الشعر. شنو جلد؟ متكلم عن الجلد، اخذ مال الجلد او اخذي مال الجلد. موضوع سهل، لا تصعبونه. والحياة سهلة أخوي الغالي، أختي الغالية، ركزي معي. إذا كانت فيك هذه المشاكل وسمعت الفيديو وخذيت نبذة وما تبي تطبقين، كيفك كيفك. الحين عندنا يمكن تغرحات شوية، راح تزيد وتزيد وتزيد، بعدين شنو طين 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 قص. زين بعد القص راح تدشين بمويل ثانية، بعدين عيد عنك الشر. إذا سدحتي على الفراش راح تقولين الله كنت في أمور قالها بظهري أقدر أسويها بسيطة، الحين ما أقدر. مدام أنت أو أنتي تمشين على ريولك قولي الحمد لله يا رب، والله شكري الله كل يوم، لأن لما تمشين مع ريولك تقدرين تسوي رياضة، تقدرين تروحي الجمعية تشترين شغلات اللي اللي اللي, اللي أنتي تبينها. بس إذا طحتي على الفراش قاعدة وراح تحطين شنو العذر فيهم، والله ما حد يجيب لي، لا أنا بلغت فاللهم أشهد. ما تشوفون شر. مع السلامة. يا صباح الخير يا خير الصباح.